موجز اقتصادي من الرافدين، أهلا بكم. أعلنت منظمة أوبك أن العراق تبوأ المرتبة الثانية بين أكثر أعضائها رفعا لمستوى الإنتاج النفطي خلال شهر شباطن الماضي. وقالت المنظمة إن إنتاج الدول الأعضاء 13 انخفض في شباطن الماضي إلى نحو 25 مليون برميل يوميا، بانخفاض بلغ 647 ألف برميل يوميا عن مستويات شهر كانون الثاني 2021 التي بلغت نحو 25 مليون برميل يوميا. يذكر أن رفع إنتاج النفط العراقي لم يؤثر إيجابياً على البلاد التي ما زالت تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر بسبب تفشي الفساد الحكومي. استبعد الحزب الديمقراطي الكردستاني تمرير موازنة 2021 بمعزل عن الأعساب الكردية. وقال عضو الحزب ماجد شنقالي إن القوى السياسية في بغداد لم تقدم أي بديل عن إلغاء المواد الخاصة بكردستان العراق، معتبراً أن الثقة بين بغداد وأربيل ستنعدم إذا مرر قانون الموازنة وفق الأغلبية السياسية. وأوضح شنقالي أن النص الذي اقترحته الحكومة بشأن موازنة كردستان علمي ومدروس، ولا يمكن المجازفة بتغيير الموازنة وفق أهواء سياسية تجهل التعاملات الاقتصادية، خاصة أن البرلمان لم يجري أي تغييرات في المادتين 10 و11، وأسعار النفط متذبذبة، ولا توجد ضمانة لكردستان أو بغداد سوى الاتفاق بين الطرفين. قال النائب صباح العقيلي إن سعر صرف الدولار لم يتغير نتيجة العرض والطلب، بل بقرار من الحكومة في العراق والبنك المركزي لتقليص عجز الموازنة. وأضاف العقيلي أن الحكومة والبنك المركزي ملزمان بتعديل سعر صرف الدولار وإعادة رفع سعر الدينار العراقي بعد ارتفاع أسعار النفط، أو تقديم الدعم للطبقات الفقيرة المتضررة من ارتفاع سعر صرف الدولار. وأوضح العقيلي أن بقاء سعر صرف الدولار على وضعه الحالي في ظل تدهور الوضع المعيشي سيولد ضغطا شعبيا على الحكومة ووزارة المالية، علماً أن عجز الموازنة قد تقلص إلى النصف بعد ارتفاع أسعار النفط. شهدت محال وشركات الصيرفة في بغداد توقفاً عن العمل بسبب حظر التجول الذي فرضته الحكومة للحد من تفشي وباء كورونا. وتوقفت البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح والحارثية في بغداد عن التداول بسبب حظر التجول الشامل الذي بدأ تطبيقه يوم أمس الجمعة، فيما بقيت أسعار بيع وشراء العملة في الأسواق المحلية التي فتح البعض منها أبوابه عند سعر بلغ 146 ألف دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 145 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. قال مدير ناحية السعدية في محافظة ديالى أحمد الزرقوشي إن جفاف بحيرة حمرين سيتسبب في تقلص إنتاج الأسماك بنسبة 30%. وأضاف الزرقوشي إن بحيرة حمرين التي تعد الخزينة الاستراتيجي للمياه في محافظة ديالى فقدت 60% من خزينها خلال الأشهر الماضية، وهو ما سيسفر عن تقلص إنتاج الأسماك وتوقف مصدر رزق الصيادين. من جانبهم قال صياد السمك إن العديد من الصيادين بدأوا بالتوجه إلى العمل في حقول تربية الأسماك بعد توقف مصادر رزقهم في بحيرة حمرين عقب الانخفاض الكبير في منسوب خزينها المائي خلال الأشهر الماضية. قضت محكمة التجارة الفرنسية بتغريم شركة كارفور 1,075,000 يورو، ما يعادل أكثر من 2 مليوني دولار أمريكي، بسبب ممارساتها التجارية. وقالت وزارة المالية الفرنسية إن محكمة التجارة في باريس غرمت الشركة بسبب الضغوطات الظالمة التي تمارسها كارفور على مورديها لخفض الأسعار. وجاء الحكم بعد تحقيق أجرته سلطة مكافحة الاحتكار بشأن ممارسات الشركة خلال مفاوضاتها مع الموردين عام 2016. وكشف التحقيق أن الشركة أجبرت الموردين على تقديم تخفيضات كشرط مسبق للدخول في مفاوضات الأسعار السنوية. شكراً لطيب المتابعة، إلى اللقاء.